على بعد 10 كيلومترات جنوب الجديدة يقع رباط مولاي عبد الله المعروف بموسمه السنوي، كان يطلق عليه اسم تسيط نفطر، رباط أنشأه الشرفاء الأمغاريون تزامنا مع بداية دخول المرابطين لدكالة أثناء سيطرة البرغواطيين على المنطقة. لم يكن مولاي عبد الله هو واضع أساس الرباط في الأصل، بل جده أبو جعفر إسحاق بن إسماعيل حوالي 1060 للميلاد. شهرة الرباط بلغت أوجها في فترة أبو عبد الله محمد بن إسحاق صاحب هذا الضريح الذي يزار من أجل التبرك. نشط الرباط في عهد مولاي عبد الله حتى توافد عليه المريدون وطلاب العلم من كل مكان. كان لزاما إحاطة الرباط بسور لحماية العمران المتسع. تشير المصادر التاريخية أن بناء هذا السور سبق بناء سور مدينة مراكش. هذا السور الذي اندثر جله ورمم جزء منه. لا تزال بعض بقاياها الأثرية تبرز لنا شكله وهندسته المعمارية. فأبراجه التي لا يتجاوز علوها 5 أمتار مبنية بحجارة عادية. إلا أن هذا الرباط سيشهد بداية القرن 16 الميلادي تخريبا ونهبا وإخضاعا للضرائب على يد البرتغال، كما أن الوطاسيين وبسبب عجزهم عن هزم المحتل عمدوا إلى تخريب طير لئلا يعبث الغزاة بمقدساته. وكان رباط طيط رباطا صوفيا عندما جاء البرتغاليون الذين لم يحتلوه رغم خضوعه لهم، فالعلاقة بين البرتغاليين والشرفاء الأمغار غير معروفة وغامضة. وتوجد صخرة على الشط نسبها البعض إلى الفينيقيين، إلا أن بعض المؤرخين يعتبرون أن الصخرة امتدادا لسور رباط طيط، وخاصة أن شكلها يدل على أنها بقايا برج للمراقبة.